الماء هو سر الحياة، وهو من أعظم النعم التي ينعم بها الله تعالى على جميع الكائنات الحية، فهو من أهم مقومات الحياة. لذا فقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالماء، فأنشأت محطات التحلية وشيدت السدود ونشرت الحملات التوعوية بأهمية المياه وضرورة الاسترشاد فيها. وحديثنا هنا عن محطة الطويلة للتناضح العكسي، حيث تنتج المحطة التي ربطت بشبكة أبوظبي في ديسمبر 2021 حوالي 100 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري 200 مليون جالون يومياً، ما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم. ويعد إنتاج المياه منخفضة الكربون ركيزة استراتيجية رئيسة لإزالة الكربون على المدى الطويل من عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة. وتمكنت شركة مياه وكهرباء الإمارات من الوصول إلى إنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة، ما يثير الشعور بالفخر لتحقيق هذه النتيجة ليس لمن في الشركة فحسب، وإنما على عموم أبوظبي وسائر أنحاء الدولة. وستضمن عمليات إنتاج مياه محلات منخفضة الكربون استمرارية تلبية الطلب على المياه في أبوظبي وخارجها، وفي الوقت نفسه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كثيراً. وبحلول عام 2030 يتوقع أن يكون أكثر من 90% من إنتاج المياه عبر تقنية التناضح العكسي. وتعد محطة الطويلة للتناضح العكسي رابع محطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب محطة الفجيرة F1 لإنتاج المياه والكهرباء، ومحطة الفجيرة F2 ذات الدورة المركبة، ومحطة المرفأ M1.